السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة بإذن الله. الله يدخل عليكم هذا النهار بالصحة والسلامة ومبروك عواشركم باش ما تمنوا. الله يوصلنا لسيدنا رمضان وحنا بخير وعلى خير ويقدرنا إن شاء الله على الصيام ديالو وعلى القيام ديالو. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الخدماتي المباشر في شأن صحي. شوف صحتك مع دوك نسرين. شوف صحتك، شوف تيفي ودوك نسرين تيرسخوا. مبدأ الوقاية خير من العلاج. ما متعودش تنعطيكم المواضيع، دابا غنعطيكم المواضيع باش غادي نوجدكم ليها. الوغ اليوم الموضوع ديالنا غادي يكون هو موضوع اللي غادي نهضروا فيه على الموضوع ديال الأسبوع الجاي، يعني غنوجدوا الموضوع ديال الأسبوع الجاي. اليوم غادي نهضروا على السرطانات ديال الجهاز التنفسي. علاش؟ ديجا هو موضوع اللي كانت معنا فيه الدكتوره ايمان نعيم وهضرنا فيه بزاف، ولكن الاسئله ديالكم بقات كثيره وبقات متواصله وما جاوبناكمش على كلشي. دونك اليوم غادي نهضروا بالديتاي، غادي نهضروا بواحد الطريقه اللي هي متسعه بزاف، غادي نحاولوا نديروا بزاف، ندوزوا بزاف ديال الميساج ديال الحمايه وديال الوقايه. كلشي هادشي غادي تتابعوه معنا اليوم. غتكون معنا الدكتوره ايمان نعيم اختصاصيه في امراض الجهاز التنفسي الربو والحساسيه والامراض سل بيان سور. هاد الموضوع غادي نحاولوا نديطايوه. علاش؟ هو واحد الحاجه اللي غتحل لنا الباب الموضوع ديال الاسبوع الجاي. هضرنا على السرطانات، بزاف الاسئله ما بعد السرطان، ما بعد الفتيح، كاين الفتيح كو سواء مشكل في الجهاز التنفسي ولا في اي جهاز اخر، دارت العمليه الجراحيه، ما بعدها لو تريتمون اللي من بعد، الشيميوثيرابي، الراديوثيرابي، الهرمونوثيرابي، اشنا هما، شنو هو السيروم، شنو هي البوله، شنو هي الفنيده اللي تتقز بها في السبيطار لمده 3 ايام ديال الاشعه. كلهم هادو حوايج اللي غادي نهضروا عليهم الاسبوع الجاي باذن الله. غادي نهضروا عليهم من عند اختصاصي في المجال، في السونتر اللي هو مختص في هذا المجال. غنشوفوا حالات، غنشوفوا مواضيع، غنجاوبوا على الاسئله ديالكم. تنشكركم على التواصل ديالكم، غنشكركم على التفاعل ديالكم معنا بواحد الطريقه كبيره بزاف، حيت هذا الشيء هو اللي مخلينا غادي للقدام، وهذا التواصل ديالكم معنا والتفاعل ديالكم معنا هو اللي تيخليني نحضر المواضيع اللي تنطرق ليها. هذا الموضوع ديال الاسبوع الجاي. الاسبوع اللي موراه هو اسبوع اللي قبل من سيدنا رمضان. غنخليكم نتوما مشاهدينا طرحوا علينا الاسئله ديالكم، كل ما تيتبادر في الذهن ديالكم على سيدنا رمضان، الصيام ديال الصحه، كيفاش نصوم بخير، كيفاش ما تاثر الصحه ديالي بالصيام، احسن طريقه شكون هما الناس اللي ممنوع عليهم يصوموا وشكون الناس اللي مسموح لهم يصوموا، احسن طريقه ديال الاكل سيدنا رمضان باش ما يكونش تاثير على الصحه ديالي. كلهم ما دوما مواضيع اللي غادي نهضروا عليهم ماشي الاسبوع الجاي، الاسبوع اللي موراه. الوغ اليوم غادي نخليكم مع الدكتوره ايمان نعيم اختصاصيه في امراض الجهاز التنفسي السل والربو والحساسيه، غادي تجاوبكم على الاسئله ديالكم، غتهضر لكم على السرطانات خاصة سرطان ديال الجهاز التنفسي اللي هما كثيرين بزاف خاصة عند الرجل بسبب التدخين، وغادي نرجعوا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كيف وعدناكم مازال حلقه واحده اخرى غنخصصوها لواحد الداء اللي تيشكل لنا مشكل خطير، مشكل صحه عموميه، بزاف العدد الوفيات هو السرطان ديال الجهاز التنفسي، سرطان الرئه. دونك كيف سبق ليا هضرت على هذا الموضوع، اول سبب ديال السرطان هو التبغ. غير باش نعطيكم بعض الارقام، تصوروا معايا ان 900 ألف حاله جديده كل عام في العالم كامل بسبب السرطان عند الرجال، 330 الف حاله كل سنه. بالنسبه هو اول سبب الوفيات بالاسباب ديال السرطان هو سرطان الرئه. دونك هي فعلا هي معضله ديال الصحه العموميه، تيخصنا ديال الصحه بصفه عامه تيخصنا نهضروا عليها باش نعرفوا كيفاش سبل الوقايه، كيفاش كنعرفوا ان داء السرطان كاين، وكيفاش طرق العلاج. دونك كيفاش سبق لينا تحدثنا على هذه المساله، التبغ ولا السجائر هما السبب الاول ديال السرطان، بحيث فاش كنديروا اي دراسات علميه كنلقاو ان 90% ديال الناس اللي عندهم سرطان الرئه هما مدخنين. بطبيعه الحال دابا حنايا مع هاد التغيرات سوسيو ثقافيه اللي كتواكب هاد العصر، في الاول السرطان ديال الرئه كان حكر على الجنس على الذكور،
دابا بعد يعني ولات واحد المساواه في الحقوق، ولات حتى مساواه مالوغوزمون في الامراض، لان النساء بداو تتعرضوا اكثر للتدخين، ودونك ولات دينا كنلاحظوا ارتفاع ديال عدد هاد الحالات ديال الاصابه بالسرطان، وهذاك كيزيد ياكد على ماشي الفرضيه واني ان السبب ديال سرطان الرئه هو التدخين 100% 90%. دونك شنو الانواع ديال هاد السرطان؟ دونك هو باش ما ندخلش معكم في التفاصيل، كاين نوعين، ولكن هاد النوعين من ناحيه ديال الانسجه ديال التحليل الدقيق ديال التشريح الدقيق، كاين واحد النوع تيتسمى لو كارسينوم ا بيتيت سيلول ولو كارسينوم نون ا بيتيت سيلول. باش ما ندخلش معكم في التفاصيل، علاش كي ضروري كنفرقوا بيناتهم؟ لان العيل الطرق ديال التشخيص، ماشي التشخيص بلوتو العلاج، وما كتختلف، وحتى التحاليل والطرق يعني لي زيكو لي زيكزام كومبليمونتير اللي غنحتاجو كيختلفوا على حسب واش هو كونسير ا بيتيت سيلول ولا نون ا بيتيت سيلول. دونك هضرنا على الدور ديال التدخين، وما عمرنا اون فاجامي لو دير اسي، يعني التدخين بغيت ان هذا الميساج يوصل لكاع الشباب ديالنا وحتى الناس اللي متقدمين في السن، ان التدخين هو السبب الرئيسي والمباشر ديال سرطان الرئه. الوغ بيان سور هادشي كيختلف على اهميه التدخين، لان شحال ما كنا كنكنيو بزاف، شحال ما نتعرضوا وكنكون عندنا لو ريسك اننا نتعرضوا للسرطان، شحال ما بدينا في واحد لاج صغير يعني ان جوناج، شحال ما تيكون الاحتمال ديال الاصابه بالسرطان كبير. الطريقه ديال الكارو، الطريقه كيفاش كناخذوا نستعملوا ديك السيجاره، كاين الناس اللي كيستعملوا السيجاره لان عندهم غير ارتباط كومبورتمونتال بها، ولكن كاين الناس اللي كتكون عندهم ارتباط عنده علاقه بالادمان للنيكوتين، يعني داك تيستنشقوا الدخان ديال السجائر بواحد الطريقه عميقه، تيكون سبب حتى هو سان فاكتور اللي كياغراف التدخين. عندنا الوغ قلنا لو جوناج، قلنا لا كونتيتي، العدد السجائر اللي كيتخادو في اليوم، وبيان سور انا سنهضر على السجائر، ولكن كاع المسائل اللي كتكون مراقبه مرافقه للتدخين، السجائر يعني لو نارغيلي ولا الشيشه حتى هو بنفس الطريقه. حنا تهضر فات لينا اننا هضرنا وخصنا حلقه كلها على انواع يعني الادمان بالتدخين. دونك كاين لو تاباجيسم باسيف، حتى هو تصبيح قلنا تهضرنا عليه. لو تاباجيسم باسيف هما الناس اللي كيستنشقوا داك الدخان ديال السجائر، ما تيكونوش هما مدخنين، ولكن كيستنشقوا داك الدخان ديال السجائر، وبالتالي تيكون حتى هو سبب من الاسباب. الوغ لو كانابيس، الحشيش اولا الكيف، حتى هو سبب من الاسباب ديال لو كونسير دو بومون ديال برونكو بولمونير، ويقدر يكون بطريقه اكبر من التدخين، لانه فاش يكون احتراق يلدغاش اربع د المرات اكثر ديال لو غودغون اللي هو معروف ماده مسرطنه، وكيدغاجي واحد المواد وحدين اخرين مسرطنه. لو كانابي يعني هاد المواد هادي كيحتويو الماده الفعاله فيهم كتسمى لو تي اش سي، اللي هي معروف انها كتوسع لينا الجعاب ديال الريه، دونك الاستنشاق تيكون اكبر واهم. الوغ الاسباب الاخرين هما بعض المواد توكسيك بحال لارسينيك، بحال اللي هادو نورمالمون قليل فاش كنتلاقاو بهم، فاش كنتلاقاو بهم اما في لا بوليسيون اتموسفيريك يعني التلوث، او لا فاش كنستنشقوا، يعني نعاودوا نرجعوا لو بوين دو ديبار، فاش كنستنشقوا السجائر. لاميونت، هاد الماده اذا فاتنا تهضرنا عليها، تيكون في المسائل اللي اون فيبروسيمون، و تتكون سورتو في لي طوال اللي كيكونوا بحال سورتو في المدن الصفيح، واللي يعني لي طوال اللي مقادين بلو فيبروسيمون بالزنك. هاد لاميونت مسؤوله على لو كونسير برونكو بولمونير، ولكن مسؤوله ايضا على الكونسير ديال الغلاف ديال الريه لو ميزوتيليوم. دونك بيتيتر كو طولت الهضره بزاف على الاسباب، لان مالوغوزمون سرطان ديال الرئه ما تيعطيناش فرصه فاش كنقدروا اون فوا كان عند المريض، يعني الحدود كتكون قليله للشفاء.
هادشي علاش ضروري نعرفوا الاسباب، لان فاش كنعرفوا الاسباب كيمكن السبل ديال الوقايه. باش نعاود نقول ونعاود ناكد ان السبل ديال الوقايه من سرطان الرئه هو ما نبداوش من الاصل التدخين، يعني ما كاينش شي طريقه واحده اخرى باش نتفاداو سرطان الرئه. دونك هادشي فيما يخص الاسباب والمسببات ديال السرطان. مانتونون كيفاش كيبان؟ الوغ كيفاش كيظهر لينا، كيفاش كنعرفوا ان هذا المريض عنده سرطان ديال الرئه؟ كيف قلت لكم وكيف شرت ليه في حلقه الفارطه وبغيت مازال نعاود ناكد عليه، هو ان سرطان الرئه ما عندوش اعراض خاصه به، هما اعراض عامه اللي كنلقاوها في معظم الامراض التنفسيه المزمنه، واللي هي الكحه اللي كتطول اللي ما كتحيدش مع واخا الاستعمال ديال المضادات الحيويه والادويه اللي مناسبه، التنخيمه للمرضى اللي كيكونوا كيرميو الدم لازم مبتزي، يعني كيتنخموا الدم، تيكونوا الوغ بالنسبه للناس اللي كيكونوا مدخنين كبار تيكون عندهم واحد على باس تكون عندهم واحد الحاله تنفسيه ما غنقول مزريه، لانهم تيكونوا معروفين تيكحبوا بزاف وتيتنخموا بزاف ودائما تينهجوا. يعني فاش كيبدا يتطور يبدا السرطان يتكون في الرئه اي سو روند با كونط، ما كيردوش البال وما كي ما كي ما تيعرفوش ان راه بدا فيهم السرطان، لان الاعراض اللي كتحدث لينا على هذا المرض عندهم من الاصل والسبب ديالها هو التدخين. دونك تيصعب علينا اننا نديرو رابار دي شوز، واش غير هذا اعراض عندهم علاقه بالتدخين ولا اعراض اللي عندهم بسرطان اللي يلاه بدا. دونك بالاضافه للاعراض ديال الجهاز التنفسي كيكونوا عندنا اعراض عامه اللي هما تنسميهم لي سين دو لالتيراسيون دو ليتا جينيرال، يعني تدهور في الحاله الصحيه العامه، الانسان كيبدا يضعف شي شويه، الشهيه ديال الماكله كتنقص، كيقدر يبداو يطلعوا ليه السخانه بالليل، وكتكون واحد الاعراض وحده اخرى اللي ما كتفكرناش نهائيا في الجهاز التنفسي واللي هي كتقدر تكون عندها علاقه مباشره بالسرطان اللي بدات يتطور ولا توصل مراحل متطوره واللي هما اللي كيتسموا لي ميتاستاز. مالوغوزمون هاد لو كانسير برونكوبيلمونير سرطان الجهاز التنفسي والرئه هو سرطان اللي كيتطور بسرعه واللي كيقدر دغيا يوصل لاعضاء وحدين اخرين، وهداك لا تيومور فاش كتمشي لشي عضو من الاعضاء كتبدا تهضر على راسها في داك العضو. نعطيكم مثال، مثلا السرطان ها هو انيسيالمون في بادئ الامر كان في الرئه بان، ولكن الاعراض هما الاعراض ديال الانسان المدخن، يعني الكحبه والتنخيمه، وما تنعرفوا حنا السرطان وما تنفكروا فيه حتى كيبدا الانسان يدير مسائل دي تروب نيورولوجيك، يعني اعراض عصبيه، يعني الانسان يقدر يبدا ينسى بزاف، يقدر يكون عنده يعني ديك تروبل دو كومبورتمون، يقدر يولي يبدا عنده دي كونفولسيون، يعني الناس اللي كيبداو يفركلو. هذا الشيء كيعني ان هذيك لا تومور كاينه اون تومور اللي في الاول في الجهاز التنفسي في الرئه وكتمشي كتتواجد بطريقه ثانويه في الدماغ مثلا، او لا في النخاع الشوكي او لا في البصله السيسائيه او لا في المخيخ، وعلى حسب فين جات هذاك لا تومور سيكوندير فعلى حسب الاعراض اللي غيجيو لنا. بحال دابا تقدر الانسان اللي تيكون مزيان تيكحب مره مره ولكن كتخرج فيه واحد الوسيسه في عنقو او لا في باطو او لا في شي بلاصه، تيقدر يكون مثلا انسان اللي تيكمي وكيكونوا عنده اعراض تنفسيه وتيبدا يحس بالحريق في شي سورتو في العظام ديالو، في العظام الطويله بحال دابا في اليدين ولا في الرجلين اولا في الصدر ديالو، وهذا الشيء كيقدر يعني ان هذاك لو كونسير داز للعظم. مالوغوزمون ان لي ميتاستاز اوسوز يعني في التواجد الثانوي هذاك السرطان ديال الرئه سوغ على العظام تيكون تيعطي الحريق بزاف، تيكون يعني لا دولور كتكون صعيبه وصعيب ان المريض يتعايش معها. ودايوغ في بعض الحالات غنوصلوا مازال العلاج، كنقدروا نوصلوا حتى لامورفين، يعني ادويه جد متطوره باش نقضيو على داك الحريق. دونك بنفس الطريقه تنقدروا يكونوا عندنا اعراض في الكبد، اعراض في الكرش لانه ولاو عندنا ولاسس في الكرش،
يعني الاعراض كثيره بزاف، تيقدروا يكونوا عندنا واحد المسائل كيتسموا لي سيندروم بارانيوبلازيك، يعني واحد الاطفال كيوليو منفوخين بزاف، ليبوكراتيزم ديجيتال. المهم على محل بزاف ديال الاعراض اللي تيخليو ان صعيب نفكروا مباشره في السرطان، ولكن او ميم طون تيخليونا ان اي انسان مدخن بانوا عنده اعراض اللي ما بقيناش ما قديناش نشرحوهم بشي حاجه، هذا كيخصنا ضروري ومؤكد نديروا واحد الراديو ديال الصدر باش نشوفوا واش افيكتيفمون كاينين علامات ديال السرطان. دونك هادو المسائل اللي كتخلينا اللي كتاورينتينا باش نفكروا في المشكل ديال السرطان في الرئه. ولكن دابا كيفاش كنقدروا نوصلوا للدياغنوستيك؟ لان فاش كنديروا الراديو كنبداو نفكروا فيه، كيبانوا لينا علامات اللي تيقولوا لنا ممكن يكون سرطان، ولكن ماشي اي حاجه ماشي عاديه في الراديو ديال الصدر في الاشعه كتخلينا نقولوا راه هذا سرطان. يعني كاينين كوسكونابيل دياغنوستيك ديفيرونسييل غير في ليتاب دو لا راديولوجي. هاد لي دياغنوستيك ديفيرونسييل يعني لي دياغنوستيك اللي كيقدروا يشبهوا السرطان، يعني اي تعفن يقدر يعطي هاد المساله هذه، لي تيومور بينين الاورام الحميده. دونك فاش كنديروا الاشعه، دونك بيان سور اول مرحله هي الاشعه السينيه على الصدر اللي كات اوريونتينا. من بعد كنقدروا نحتاجوا اشعه وحدين اخرين في غالب الحالات، يعني في كل الحالات كنحتاجوا لو سكانير، سكانير ديال الصدر. هاد السكانير ديال الصدر عنده جوج الاهميات، كنشوفوا دون بار الشكل ديال هذاك الورم، تنشوفوا فين كاين بالضبط، واش كيكون سهل علينا نوصلوا ليه بالجعبه ديال الريه، لا فيبروسكوبي ولا برونكوسكوبي، احنا غنتحدثوا عليها من بعد، او لا غيكون سهل علينا نوصلوا ليه بيوبسي ترانسباريتال، يعني باننا نوصلوا نمشيو ناخذوا الورم غير بواحد الشوكات اللي كندوزو من الظهر او من الصدر. دونك ضروري هذاك لو سكانير، بالاضافه للشكل ديالو كيعطينا فكره عامه على على لا تاي، على قداش هذيك لا تيومور، وشحال قايسه لينا في الريه اللي مريضه، واش الريه اللي بقات صحيحه ولا ما صحيحاش، ليتا دو بومون كيف داير. لان افضل طريقه للعلاج بالنسبه للكونسير ديال لو بومون هي الجراحه، دونك خصنا نعرفوا لو بومون اللي غيبقى اذا سي جامي كنا مضطرين ان نحيدوا طرف من الريه او الريه كامله، الريه اللي غتبقى واش مزيانه ولا ما مزياناش. كيعطيناك فكره على الولاسس اللي كاينين في الصدر، واش مقيوسين ولا ما مقيوسينش، لان هما تعطيونا ايضا فكره على التواجدات الثانويه لي ميتاستاز سيكوندير، وتيعطينا بيان سور فكره على 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 واش لاكاج توراسيك، واش الضلوعه مقيوسين، واش المهم. دونك لو سكانير عنده هذه الاهميه. المساله الثانيه اللي كان خصنا ضروري وفي غالب الحالات نجزوها هي لا فيبروسكوبي برونشيك. لا فيبروسكوبي برونشيك هو واحد الطريقه من الطرق اللي كنقدروا ندخلوا بها للرئه، كندوزوا في غالب الحالات من الانف، في حالات بسيطه بزاف فاش ما كيتعذر علينا اننا ندوزوا من الانف كندوزوا من عن طريق الفم، واحد التيو مهم اللي كيدخل عن طريق الجهاز التنفسي العلوي، تندوزوا الاحبال الصوتيه، ومن بعد الجهاز التنفسي السفلي. شنو هو الاهميه ديالو؟ تنقلبوا على هذيك لا تيومور، على داك الورم، كنشوفوه، تنشوفوا الشكل ديالو، تنشوفوه بشحال بعيد على باش يعني على واحد لا كارين باش كنشوفوا واش امكانيه ديال الجراحه ممكنه ولا ماشي ممكنه. وكناخذوا طريف من هذاك الورم اللي تيبان لينا في لا فيبروسكوبي، كناخذوا واحد طريف من داك الورم اللي من بعد كنصيفطوه للتشريح الدقيق. دونك جينيرالمون فاش كنكون وصلنا لهاد المرحله التشريح الدقيق تيقول لنا تيوصلنا لو دياغنوستيك، يعني ديك الساعه تيعطينا بالضبط التفسير ديال هذاك لو كونسير، الشكل ديالو كيف قلت لكم واش ا بيتيت سيلول ولا نون ا بيتيت سيلول، باش 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 كنقدروا على اثر هذاك التشريح كيمكن لينا نعرفوا اشنا هو لو تريتمون اللي غيمكن لنا نديرو، لان الانواع ديال العلاج كتختلف على حسب لو تيب النوع الايستولوجي ديال هذا المرض. دونك تحدثنا على لو سكانير، تحدثنا على لا فيبروسكوبي ولا الجعبه ديال الريه،
تنقدروا نحتاجوا في حالات قليله لا بيوبسي ترانسباريتال. هاد لا بيوبسي ترانسباريتال هي لا بيوبسي، هي اننا كناخذوا واحد الطرف من داك لا تومور، تندوزو سوا من الظهر سوا من المهم اون باسان بار لو توراكس، وكنقدروا نكونوا تنتقيدو يعني لكي يخلينا نعرفوا منين غندوزو، حتى سوا بالسكانير سوا بالتلفازه سوا المهم باش كنعرفوا بنفس الطريقه داك الطريف ديال الورم كيتخاد وكيتصفط للتحليل التشريح الدقيق باش كنعرفوا بالضبط النوعيه ديال الكونسير. دونك اون فوا لو دياغنوستيك اي بوزي، اون فوا عرفنا شنو نوع ديال المرض، تيخصنا ندير واحد المرحله اللي مهمه واللي سميتها لو بيلون ديكستونسيون. شنو هو لو بيلون ديكستونسيون؟ يعني فين المرحله وصل لينا المرض، واش حنا في المرحله يلاه بدا يعني في باقي ما داعش بزاف في الجسم ولا ما داعش بزاف في الريه، وتيقدر في هذه الحاله نقترحوا الجراحه على المريض وهي احسن طريقه العلاج، لان كيكون استئصال ديال الورم وكيكون الاحتمال ديال الشفاء احسن. اولا في الحالات اللي تيكون المرض داع بزاف في الجسم كنقدروا نقترحوا يا اما لا شيميوثيرابي يا اما على حسب لا راديوثيرابي. المهم دونك هاد لو بيلون ديكستونسيون بيان سور ديجا على حسب النوع ديال ليستولوجي اللي كنا قلنا فيها، واش هو ابيتيت سيلول ولا ماشي ابيتيت سيلول. دونك تيخصنا نديرو وعلى حسب ايضا المريض اشنو تي باش كيتشكى، بحال دابا الانسان اللي كيتشكى من الحريق في المفاصل، ماشي في المفاصل، في العظام في رجليه مثلا اولا في يديه اولا، بيان سور كنمشيو نركزوا على ديك الامور اللي كيتشكى منها المريض. ولكن كاين ان بيلون مينيمال اللي تيخصو يدار عند كاع المرضى، تيخصنا نديرو واحد التلفازه ديال الكرش باش نشوفو الكبده، لان الكونسير ديال لو بومو مالوغوزمون تيمشي بزاف الكبده. تيخصنا نشوفو لي سورغينال، واحد الغدد تيكونوا فوق من الكلاوي، تيخصنا نشوفو حتى هما واش مقيوسين ولا لا، واش كيكونوا ملسس في الكرش. تنقدروا نحتاجو بحال دابا لو سكانير ديال الراس او ليغام ديال الراس الا كانوا اعراض عصبيه. تنقدروا نحتاجوا لا سنتيغرافي اوسوز باش كنشوفوا العظام واش تي فيكسي، يعني واش فيهم اعراض ديال لوكاليزاسيون سيكوندير اون ميتاستاز، يعني تواجد ثانوي ديال السرطان في العظام. ماشي بعيد بزاف دخل المغرب واحد تقنيه جديده سميتها لو بيت سكان. هذا واحد لو سكانير كيستعمل واحد الجلوكوز عنده واحد الخاصيه راديو اكتيف، يعني هذاك الجلوكوز عنده واحد الخاصيه انه تيمشي يلصق، ولا لان ان فيت لي الخلايا السرطانيه كتستهلك بطريقه كبيره السكر. تنديروا واحد السكانير ولكن كنعطيو واحد الجرعه ديال الجلوكوز لكي تمشي الخلايا السرطانيه تستعملها اكثر، دونك تيولي عندنا بحال واحد نوع ديال الاشعاع في دوك الخلايا السرطانيه باش كنعرفوا فين كاينين الخلايا السرطانيه كثيره بزاف. دونك تيقدر يعطينا فكره هذاك لو بيت سكان على كاملين لي لوكاليزاسيون سيكوندير، يعني كاع لي ميتاستاز في الجسم كامل الا في 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 لو سيرفو في الدماغ، لان الدماغ هو معروف انه واحد العضو اللي ما كيعيش بلا جلوكوز. دونك هو بلا ما يكونوا فيه خلايا سرطانيه كيستعمل الجلوكوز بطريقه كبيره، دونك لو بيت سكان ما كيمكنش يعطينا فكره على التواجد ديال الخلايا السرطانيه في الدماغ. دونك باش نعاود نلخص الامور، بزاف ديال لي دياغنوستيك، بزاف ديال لي زيكزام كومبليمونتير اللي تيقدروا يقولوا لينا فين كاينين التواجدات الثانويه ديال المرض. جا واحد ليكزام اللي بسط الامور هو لو بيت سكان اللي كنقدروا نستعملوه في كاع الجسم ما عدا الدماغ، الخاصيه فيزيولوجيه. دونك اون فوا كنديروا لو دياغنوستيك كاين واحد لا كلاسيفيكاسيون اللي كتقدر تقول لينا المريض اش من ايتاب اش من ستاد. وباش نكونوا مفاهمين لو كونسير دو بومون ماشي يعني العلاج ما كيتدخلش فيه غير طبيب واحد، العلاج كيتدخلوا فيه على الاقل واحد ثلاثه ديال الاخصائيين ولا اربعه ديال الاخصائيين. كاين كل اخصائي في الجهاز التنفسي، كيكون لو راديولوج، تيكون الاخصائي في علم الانسجه، تيكون لو راديوثيرابيوت ولا لونكولوج اللي هو الاختصاصي في السرطان،
وتيكون لو شيروجيان توراسيك، وكنقدروا في حالات واحدين اخرين نحتاجوا اخصائيين واحدين اخرين كيف قلت لكم، على حسب لو طابلو كلينيك، على حسب الاعراض اللي كيعطينا المريض ولي ميتاستاز اللي عنده. دونك في غالب الحالات يعني لا ديسيزيون ثيرابوتيك، العلاج كيتقرر في اطار واحد اجتماع تيتسمى لو ار سي بي، ريونيون دو كونسرتاسيون بلوري ديسيبلينير. هاد لا ريونيون دو كونسرتاسيون بلوري ديسيبلينير راه السميه ديالها كتقولها، كتعني ان مجموعه ديال الاخصائيين مجموعين باش كلهم يبتوا في الدواء. واش غادي نبداو بالجراحه هي الاولى، واش الجراحه ما كايناش البلاصه ديالها وغنبداو بالشيميو ثيرابي، ولا غنديروا لا راديو ثيرابي على محل. ودونك هذيك لو ار سي بي هو اللي تيقرر لو بروتوكول ثيرابوتيك، هو اللي تيقرر كيفاش غادي نديروا الدواء، شنو ليتاب المراحل ديال العلاج، واش شنو هي المواد اللي غنستعملوا في لا شيميو ثيرابي، وكيفاش غيكون النظام ديال الحصص ديال لا شيميو ثيرابي. دونك هذا بالنسبه للجينيرالمون لي كارسينوم نون ابتيت سيلول. بالنسبه لي كونسير ابتيت سيلول هو نورمالمون ما كاينش البلاصه ديال الجراحه، يعني كتكون فيه غير في غالب الحالات غير لا شيميو ثيرابي. دونك فوالا الوغ لو برونوستيك ديال السرطان هو خايب مالوروزمون. عندنا حالات كثيره ديال الوفيات، كنعاود نذكر انه اول سبب ديال الوفيات عند الرجال، واول سبب ديال الوفيات بار كونسير، وهو ثاني سبب ديال الوفيات عند النساء من بعد لو كونسير دو سان. ماشي في العالم، ماشي في الكونتكست ديالنا، ماشي حنا في المغرب، لان المغرب حنا مازال عندنا لو سان وعندنا عنق الرحم. دونك سمحوا لي بور فينير، الوقايه مادام لو برينسيپ المبدا البرنامج هو الوقايه خير من العلاج. هضرت بعجاله على المرض وعلى التجليات ديالو، وبان لكم بوضوح ان هذا المرض ما كيعطيناش اعراض اللي باينين، وان الاعراض ديالو مالوغوزمون كتشبه الاعراض ديال بزاف ديال الامراض وحدين اخرين. ودونك تيصعب علينا اننا نديرو لو دياغنوستيك بريكوس، يعني في مراحل متقدمه وديبي في الاول. زيد على ذلك انه ما كايناش، ما يمكنش في حتى شي بلاد، ما يمكنش تكون عندنا سياسه ديال لو ديبيستاج. يعني لو ديبيستاج هو اننا نديرو لو دياغنوستيك قبل ما يبداو الاعراض، ما كاينش شي طريقه ديال لو ديبيستاج، لان بنفس الشكل هذا مرض اللي ما تيهضرش على راسو، سيت اون مالادي كي نو في با بارلي ديل ميم، حتى كتكون توصلت لواحد المرحله متقدمه. يعني الطريقه الوحيده باش نقللوا عدد الوفيات بهذا المرض هو اننا نقللوا عدد الوفيات ديال الاصابات. يعني حسب مثلا المساله الوحيده اللي يمكن سور لاكيل اون بو اجير، المساله الوحيده اللي يمكن نتصرفوا فيها هي الوقايه، هي اننا ما نوصلوش لداء السرطان الرئوي. وباش ما نوصلوش لداء السرطان الرئوي، المساله الوحيده اللي يمكننا نديرو هي اننا ما نبداوش من الاصل التدخين. لان نعاود نقولها، قلتها المره الاولى وقلتها المره الثانيه وغنعاود نقولها، السبب الاول ديال السرطان ديال الرئه هو التدخين. اللي ما بغاش يجي سرطان التدخين، اللي قلنا هو اول سبب ديال الوفيات، وقلنا هو اول مرض قاتل في العالم، باش ما نوصلوش للسرطان ديال الرئه ما خصناش نوصلو للتدخين. بالنسبه للناس اللي كيدخنوا، كنتمنى ان يكون هذا ميساج يوصلهم. حنا على ابواب رمضان المبارك اللي كيكمي، هذه هي الفرصه باش يقطع الكارو. وفاش كنقول الكارو راه كنقول كاع المسائل اللي كتمشي معاه، ماشي واحد الكارو راه سافدير الشيشه، سافدير الحشيش، سافدير الكيف، كاع هاد الامور هذه راهم كلهم مواد مسرطنه. كاين واحد اونيدي شائعه عندنا في بلادنا مالوغوزمون، هو ان الكيف اللي راه ما تيضرش راه ماشي مضر، وبالعكس راه كي هادو مسائل خالطه. وما عرفتش انا شكون اللي كيروج هاد الافكار هادي. معروف ان واحد لا سوبستانس راني قلتها لكم، لو تي اش سي، معروفه كتكون في لو كانابيس، كتعطينا يعني الجعاب الذريه كيوسعوا، كتخلي ان الامتصاص ديال هذاك المواد المسرطنه تيكون اكثر. دونك الله يخليكم، نغتنموا الفرصه باش نوقفوا على التدخين. نتمنى ان الميساج يكون وصلكم، ونتمنى ان اللي كان شي واحد عنده في المحيط ديالو مدخن،
سواء ولادنا او لا اولياء الامور او لا، نتمنى ان الميساج يكون وصلكم. خصنا نوقفوا هذا النزيف ديال الارواح بسبب السرطان ديال الرئه. رمضان مبارك كريم. تنشكروا الدكتوره ايمان نعيم على كل هما التوضيحات اللي عطاتنا، شكرا بزاف، شكرا للارتسامات ديالكم، شكرا للتواصل ديالكم، شكرا للتفاعل البوزيتيف ديالكم والايجابي اللي كان معنا. كما قلنا هذه باب فتحناها باش غنهضروا الاسبوع الجاي باذن الله على كل السرطانات وما بعد العلاج الكيماوي، السيروم، البوله، راديوثيرابي، فنيده الاشعه، الهرمونات، الهرمونوثيرابي، التداوي بالهرمونات، الفنيده ديال الهرمونات، كلهم هادو مواضيع اللي غنجاوبوكم. طرحوا علينا الاسئله ديالكم، تسناونا، حنا دائما معكم، دائما بقاو معنا. خليتكم على خير، نهايه اسبوع موفقه، الى اللقاء.